كلام واضح. بعد السلام عليك سيدي رحمة الله. قل سائلة لا أعرف من أين أبدأ. مني ما بديت نتبع معك إن شاء الله. كيف يقولوا الأولين على وعدين سعدي جز مني. مش غادي نقول. قل لكن سأتحدث وأسألكم الدعاء لي كي أصبح على الحالة الصحيحة التي أرى عليها كثيرا من الفتيات. أتمنى أن أكون مثلهن. أما أنا ففتاة أبلغ من العمر 21 سنة متبرجة التبرج الخطير، أدخن السجائر والحشيش وأشرب الخمر والفساد بكل ما يخطر على البال. هل يغفر الله لي ذلك وأنا أفعل كل هذا؟ والشيء الذي لا أفهمه وأتعجب له هو كوني صرت أميل إلى حال النساء غير المتبرجات. أريد أن أتوب وأن أكون مثلهن، فهل الله يقبل توبتي؟ وأنا على هذه الحال، يعني حالة الإدمان، ما كتبت هذه الورقة إلا لأني أحس بشيء يجذبني إلى الحالة السوية للمرأة بعد الفسوق والتمرد على الدين والعياذ بالله. فلا تسخروا مني، ما كاينش اللي يسخر منك. لأن ما جعلني فيما أنا لا تسخروا مني مما أنا فيه، كلام شوية. والذي جعلني في هذا ضغط العائلة، ضغط. فوجدت نفسي في هذه الحالة المأساوية التي أعيشها. أسألكم الدعاء. أولا أنا شخصيا ولا شك الحاضرون كلهم مفرح بمن كان أو كانت متمردة أو متمردا على الصورة التي ذكرتي ووصل به أو بها الحال إلى اليقين بأن هذه الحالة هي حالة غير سوية وأن صاحبها متمرد على الدين والقيم وأنها هناك جهة هي القادرة على أن تعفي على هذا الماضي العفين وتقلبه من سوء إلى حسن، وهذه الجهة هي الله عز وجل. أنا قلت الجهة غير نشوقكم شي شوية وكان الله عز وجل، مش معنى جهة معينة من الجهات، لا أعوذ بالله. إذن هذا يقين بأن العبد مهما تاه وحار وضل وتلف وركب هواه وجلس على عقله وصار في صف العجماوات، مهما كان تمرده، فإذا ما أيقظ الله، لأنه معناه لما تقول كاين واحد الجاذبية نحو النسوة المعتدلات، هذه الجاذبية منين جات؟ واش كتظن أنها من إبليس اللي لبساك؟ أعوذ بالله. هذه الجاذبية قذف نوراني من الله عز وجل أراد لك خيرا، وأنت الآن تحاولين الرجوع إليه، ونحن نبغضك على ذلك ونقول لك لا، مرحبا مرحبا مرحبا، ونفرح والله. لما؟ لأن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن،
فكيف لا نفرح نحن بأختنا أو بأخينا؟ فمرحبا، ولا تسمعين منا إن شاء الله إلا ما يطيب خاطرك، لا تسمعين منا ما لا يعجبك إن شاء الله. إذن كونك لا زلت تشكين في أن الله يغفر لك أو لا يغفر لك، أولا أن المغفرة لا يملكها أحد، وأن التوبة لا يتاب لأحد، اللي بغيتم ما كنتم لشي حد، كنتم لله، وأن القلوب ليست بأيدي أحد. الناس قد يملكون ظاهر الإنسان، ظواهر الإنسان، بمعنى قد يستعبدون الناس الأقوياء أو الظالمون، قد يستعبدون ظواهر الناس، مظاهر الناس، ولكنهم لا يستطيعون أن يتحكموا في قلوب الناس. نعم، هل فرعون لما جمع السحرة تمكن من قلوب السحرة الذين أتى بهم؟ لا، فقالوا ما أغضبه. من أين أتاهم ذلك وهم سحرة؟ الله قذف في قلوبهم النور وعرفوا أن موسى على الحق، فقالوا الكلمة التي أرضوا بها ربهم وهي من توفيقه لهم، وأرضوا بها موسى عليه الصلاة والسلام. إذن لا تشكي أبدا في مغفرة الله، إنما عليك أن تكوني صادقة في التوبة، وأخلصي توجهك لله، قلبي تربط بالله، وأيقني أن الله يتوب عليك والإسلام يجب ما قبله. الماضي ما تفكري فيه، خليه لله، وما عمرك بعد اليوم تبقي تذكري اش كنت تدير شي حد ابدا. وانت شاب 21 عام، باقي ان شاء الله عندك مستقبل، يكون مستقبل في الاسلام في الطاعه ان شاء الله، لا سيما ونحن نعتقد واشرنا الى القضاء، وقد قدر الله ان تكون على هذه الطريق، وقدر الله ان تميل من هذه الطريق الى، فنسأل الله الدوام على الطريق الحسن، باش ما يكون تاني عاوتاني انقلاب تاني عاو من اليمين الى اليسار. فنرجو الله ان يقبل توبتي، وان يقبل منا جميعا توباتنا، لان احنا خصنا نتوب كم من مره في اليوم من هذا الذي يدعي انه خلاص؟ لا ابدا. فمرحبا، والحمد لله، الله أراد بك خيرا، جئت لبيت الله، جئت لمكان العلاج، المصحة الربانية، وما فيه العلاج الناس يعالجوا الناس، لا، الله اللي تعالج هذه القلوب، الله هو الذي يقذف فيها النور. احنا غير سبب، احنا غير أسباب، احنا كنزرعوا ينبت ولا ما ينبت، ولكن النية ديالنا أنه إن شاء الله ينبت، هذا هو. نرجو الله أن يوفقك وأن يعينك وأن يصبرك، لأن الحق عنده ضريبته، لا بد تسمعي ولا ما تسمعي، حتى من أقرب الناس إليك، لكن هذا لا يصدك عما أنت مقبلة عليه، فاستمسكي بدينك وحافظي على صلواتك، وإن كنت قريبة من أي مسجد واستطعت أن تتعلمي فافعلي، واستقيمي الاستقامة الحقيقية المطلوبة. أنا لا أريد مجرد اللباس مغطي وكفى، أو لا أريد مجرد اللحية والجلباب، أنا أريد أن يكون المظهر هو مجرد عرض عن الاستقامة الحقيقية اللي كاينة في القلب، ما غير مظاهر وخلاص. راه شوفت كثير من الناس، المظهر فؤاد والمخبر فؤاد، كاين شي ولا ما كاينش؟ هذا الذي لا نريده، نحن نريد المخبر الذي يعطينا صحة المظهر. المخبر إذا كان خوف الله، الخشية من الله، الاستقامة في القلب، حب الخير للناس، ابتعاد عن الشر، حب الأخيار في القلب، بمعنى هذه الأمور كلها موجودة في القلب، مع التوكل على الله، مع الرجاء فيه، مع الخشية منه، مع حبه، حب دينه، حب نبيه، لا بد من هذه الأمور اللي هي داخلة، لا بد تظهرها الصورة فيه في الخارج، وتكون صورة حقيقية تعطي صورة تمثلا عما فيه في القلب إن شاء الله.